بيقولوا إنك بتقول إن اسمك عمر. تحب أقول لك يا عمر ولا يا سليمان؟ أنا اسمي عمر شكري، مصري. بس الورق اللي قدامي بيقول إنك سليمان، وكمان الهوية مكتوب عليها سليمان وصورتك. وبعدين لو قنت عمر هيك بيكون عليك جريمتين، الأولى قتل أزاد إيبان، والثاني تزوير هوية. أنا هنا عشان أنقذ مراتي من اللي خطفينها. مراتك؟ مين اللي خطفينها؟ اسمها ندى، وهي بالعزازي وأزاد خطفوها، وأنا جيت هنا عشان أنقذها ورجعها معايا، وهي لسه مخطوفة لغاية دلوقتي، وأنتوا المفروض تساعدوني. وليش اتنكرت بشكل بودي جارد لأزاد بهوية جديدة؟ عشان تعرف تقرب منه وتقتله، مش هيك؟ أنا ما قتلتش أزاد، بالعكس أنا يهمني سلامته عشان أعرف أرجع مراتي، عشان كده كنت بأمنه. مين طلب منك تأمين؟ وهيب وطارق المهدي، وهم اللي ورا قتله أكيد. إيه الأخبار يا فواز؟ طمني. والله الأخبار ما بتطمن يا دليل. التهمة ثابتة على عمر. يعني إيه الكلام ده؟ هم هسا لسه بيحججوا معاه. كل شيء بيحكي بيأكد إنه كان مخطط لقتل إيزاد، وشهادة الشهود اللي شافوه بالمبنى قدام المؤتمر بيأكد عليه التهمة 100%. هذا غير إيه يا فواز؟ أنت إني عرفت من رفاقي إن في دليل هيأكد عليه التهمة أكتر وأكتر. دليل إيه ده؟ ما بعرف. المهم ديري بالك على حالك، ولو احتجت أي إشي أنا موجود. أرجوك صدقني، كل ثانية بتعدي فيها خطر على حياة مراتي. ليش ما بلغت الشرطة من الأول بموضوع زوجتك ونحن كنا رح نساعدك مثل ما عم تعمل الحين؟ يا أستاذ سليمان، التهمة لبساك لبساك. لو أنا تنكرت كحال الشخص الأزاد عشان أقتله، اللي خليني أقتله في المؤتمر؟ لا ممكن أقتله في وقت تاني يكون أقرب مني. عشان تبعد التهمة عنك. كنت واقف جنبه في المؤتمر، وصور الصحفيين تثبت كلامي. ما كان بيصير تقتله بين الناس، عشان هيك بلشت تطلع برات القاعة وقتلته من ظهره. قلت لك ما قتلتوش. كل القتلة بيقولون نفس الإشي. وبعدين لو ما كان في نيتك إنك تقتله، ليش اشتغلت له من الأول باسم مزيف؟ قلت لك حياة مراتي كانت قصاد حياته، عشان كده كان لازم أحميه. قال لك بدك يانا نصدق هالحكي؟ لازم تصدقني عشان هي دي الحقيقة. وقالوا لي كمان إن في تهديدات جنب اغتياله. تهديدات؟ من مين؟ معرفش. يا أستاذ سليمان، الصور بتثبت إنك كنت بنفس المكان اللي اتقتل فيه أزاد إيبان. أنت متهم بقتل أزاد إيبان، ما حدا رح يساعدك.